بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة 84. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام، مستمعي إذاعة نداء الإسلام، إلى هذه الحلقة الجديدة من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي شيخنا الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. فأهلا وسهلا ومرحبا بمعالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله معالي الشيخ. نستأنف ما توقفنا عنده في باب صلاة التطوع. قال رحمه الله: ولهما عن عبد الله بن عمر قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح، كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث من جملة الأحاديث الواردة في الرواتب التي مع الفرائض، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا فيه بيانها، بيان الرواتب أنها 10 ركعات، حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتان قبل الفجر وهما أكد الرواتب، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. هذه 10 ركعات مع الفرائض، وتسمى بالرواتب لأنها متأكد فعلها ولا تترك إلا إذا قصر في السفر فإنه لا يأتي بالرواتب. قال ابن عمر رضي الله عنهما: لو كنت مسبحا، يعني متنفلا، لأتممت يعني الصلاة، فإذا قصر الصلاة في السفر فإنه لا يأتي بالسنن الرواتب إلا راتبة الفجر، فإنه كان يحافظ عليها حضرا وسفرا، وكذلك يحافظ على الوتر حضرا وسفرا. نعم. قال رحمه الله: حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين. حدثته حفصة، أخته حفصة بنت عمر رضي الله عنها أم المؤمنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم في راتبة الفجر أنه كان يفعلها في البيت ثم يخرج ويصلي بالناس، فهذا فيه الترغيب في صلاة راتبة الفجر في البيت للإمام، وأما المأموم فإنه مطلوب منه أن يتقدم إلى المسجد وينتظر الصلاة في المسجد ولا يجلس في بيته، بل يتقدم إلى المسجد وينتظر الصلاة في المسجد ويؤدي الراتبة في المسجد، تكون راتبة وتكفي عن تحية المسجد، ثم بعدها يجلس حتى يأتي الإمام ويصلي معه. نعم. قال: ولمسلم عن عائشة نحوه، إلا أنه قال: قبل الظهر 4. نعم، في حديث عائشة أم المؤمنين أنه يصلي قبل الظهر 4، يعني 4 ركعات بتسليمتين، راتبة الظهر،
فعلى هذا تكون ركعات الرواتب 12 ركعة. نعم. وله عن أم حبيبة بنت أبي سفيان مرفوعا: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. نعم. وهذا يؤكد ما جاء في حديث ابن عمر أن الرواتب تكون 12 ركعة، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتا الفجر، هذه 12 ركعة. وفي الحديث أن من حافظ عليها 12 ركعة يبنى له بيت في الجنة، وهذا فضل عظيم لهذه الرواتب. نعم. وفي رواية للترمذي وصححه: 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. وعنها مرفوعة: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. وهذا فيه زيادة أن الراتبة بعد الظهر تكون 4، إذن فتكون الركعات الرواتب 14 ركعة، وجزاء أن الله يحرمه على النار، والتحريم المنع يعني يمنع دخوله في النار. نعم. ولهما عن عائشة قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على 2 ركعات. نعم. هذا الحديث يدل على أكدية 2 ركعات، يعني راتبة الفجر قبلها، وأنها آكد الرواتب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعها لا حضرا ولا سفرا. نعم. ولمسلم عنها مرفوعة: 2 ركعات خير من الدنيا وما فيها. نعم. 2 ركعات يعني الراتبة التي قبل الفجر، وهما 2 ركعات قبل الفجر، خير من الدنيا وما فيها، يعني أن الفضل والأجر المترتب على أداء 2 ركعات قبل الفجر أنه خير له من الدنيا كلها وما فيها من أموال ومن ملذات ومن أشياء كثيرة، فهاتان الركعتان خير من الدنيا وما فيها من الملذات ومن الأموال ومن ما يرغبه الناس. نعم. وعن أبي هريرة مرفوعة: لا تدع 2 ركعات ولو طردتكم الخيل. وهذا أيضا يؤكد 2 ركعات، يعني الراتبة قبل الفجر. يقول: ولو طردتكم الخيل، يعني ولو أن العدو لحقكم يريد قتلكم، فلا تدعوا 2 ركعات. نعم. ولمسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ 2 ركعات: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وهذا الحديث فيه بيان ما يقرأ في 2 ركعات، يعني الراتبة التي قبل صلاة الفجر. قل يا أيها الكافرون في 2 الأولى، قل هو الله أحد في 2. والحكمة في ذلك أن 2 السورتين فيهما نوعا التوحيد: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. فقل يا أيها الكافرون فيها توحيد الألوهية، لا أعبد ما تعبدون، هذه الألوهية، توحيد الألوهية. وأما قل هو الله أحد فهي سورة الإخلاص، وهي تعدل ثلث القرآن، ويتتضمن توحيد الربوبية. فهذا هو الحكمة في القراءة بهاتين السورتين، أن فيهما نوعي التوحيد. نعم.
وله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة، وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. نعم، أو يقرأ في ركعتي الفجر بالآيتين من سورة البقرة ومن سورة آل عمران. فالآية الأولى من سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخر الآية، وهذه في توحيد الربوبية. وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا الآية، وهذه فيها توحيد العبادة وهو توحيد الألوهية. نعم. ولهما في حديث أم سلمة أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. نعم، وكذلك وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وفد من عبد القيس وهم أهل الأحساء، استقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم فشغلوه عن الركعتين اللتين بعد الظهر وهما هاتان، يعني التي صلاهما النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولمسلم عن عائشة وسئلت عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، فقالت كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها. نعم، لما شغل صلى الله عليه وسلم عن الركعتين قبل العصر صلاهما بعد العصر، مع أن بعد العصر وقت نهي، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا فعل شيئا من العبادات أثبته ولم يعني داوم عليه ولم يتركه، فلذلك صلاهما بعد العصر مع أنه وقت نهي. لهذه الحكمة أنه يثبت صلى الله عليه وسلم ما فعله، فإذا فات وقته قضاه، مع أن النوافل في العادة لا تقضى، ولكن هذه خاصية بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ولهما عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. نعم، كان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل يصلي ما تيسر له، ثم إذا طلع الفجر صلى ركعتي الفجر الراتبة التي من قبل الفجر، ثم يضطجع بعد ركعتي الفجر قبيل إقامة الصلاة. نعم. وفي رواية فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. تقول أم المؤمنين إن كنت مستيقظة في آخر الليل فإنه يحدثها من باب المؤانسة، وإلا فإنه يضطجع، إذا لم تكن مستيقظة فإنه يضطجع بعد ركعتي الفجر. نعم. وللترمذي وصححه عن أبي هريرة مرفوعا إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه. نعم، هذا فيه الاضطجاع أنه بيان على الجنب الأيمن، يكون على الجنب الأيمن لأنه أنشط عند القيام، ولأنه لا يستغرق في النوم، خلاف الاضطجاع على الجنب الأيسر فإنه يستغرق في النوم، وذلك لأن القلب في الجانب الأيسر من الصدر، فإذا نام على جنبه الأيمن تعلق القلب فيكون نومه خفيفا، أما إذا نام على الجنب الأيسر فإن القلب يستريح فيكون نومه ثقيلا. نعم.
أحسن الله إليكم، هل يحمل هذا الحديث والحديثين السابقين في شأن الاضطجاع بعد سنة الفجر وراتبتها على السنية؟ السنية والله أعلم لمن يقوم من الليل، أما الإنسان الذي لا يقوم من الليل لا سبب لكونه يضطجع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل فيريد الراحة بهذه الضجعة. نعم. أحسن الله إليكم وضعف مثوبتكم. إلى هنا نأتي وإياكم أيها الكرام إلى ختام هذا المجلس من سلسلة مجالسنا ودروسنا في شرح كتاب الحديث، شاكرين ومقدرين لمعالي الشيخ صالح الفوزان هذا العرض والبيان. نلتقي وإياكم في الدرس القادم إن شاء الله وأنتم على خير. هذا يزيد الهريش يترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام.